السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أعزائي الطلاب؟ اليوم بدأنا في قسم الهندسة، وفي هذا القسم هنتكلم عن مجموعة من القوانين والقواعد المهمة في قسم الهندسة. نبدأ بالمربع. دائما في المربع الأضلاع متطابقة، زواياه قائمة، القطران متطابقان ومتعامدان، وينصف كل منهما زوايا الرأس إلى 45. نعم. المحيط طبعا طول الضلع ضرب 4، والمساحة يساوي طول الضلع ضرب نفسه، ويساوي نصف مربع القطر، يعني القطر من ربعه منقسم على 2. إذا كان نحتاج طول القطر المربع ومعلوم لدينا طول ضلعه، نضرب طول الضلع ضرب جذر 2. مثال: مربع طول ضلعه 6 سنتيمتر، فيكون طول قطره 6 جذر 2. المساحة طبعا 6 ضرب 6 ويساوي 36 سنتيمتر تربيع، أو نصف 6 جذر 2 ب 6 جذر 2، لأنه القطر تربيع. لاحظوا معي، القطر تربيع، يعني 6 جذر 2 ب 6 جذر 2، بعدين بيطلع عندي تقسيم 2 ويساوي 36 سنتيمتر تربيع. ننتقل إلى المستطيل. القطران متطابقان، لاحظوا، وينصف كل منهما الآخر، يعني لاحظوا أنه لما يلتقوا في هذه النقطة يكون هذا الجزء يساوي هذا الجزء، وهما متطابقان. كل ضلعان متقابلان متطابقان متوازيان، زواياه قائمة، الأضلاع المتقابلة متساوية، الزوايا قائمة، كل منها قياسها 90. المساحة طبعا يساوي الطول اللي هو هذا الطول ضرب العرض. المحيط الطول زائد العرض ضرب 2. القطر يقسمه إلى مثلثين مطابقين، يعني طبعا هذا القطر يقسم المستطيل إلى مثلثين مطابقين، هذا مثلث وهذا مثلث آخر. مثال: مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار 1 سنتيمتر، وطول قطره 5 سنتيمتر، فقارن بين محيط المستطيل و 12 سنتيمتر. الآن أنا عندي مثلا هنا في السؤال ما أعطاني الطول ولا أعطاني العرض، لكن عرفت أن طوله يزيد عن عرضه بمقدار 1 سنتيمتر، فما هي طريقة الحل؟ طبعا هون بالحالة هذه نستخدم نظرية فيثاغورس. يكون لأن طول قطره 5، لاحظوا معي، ونحن نعرف قاعدة 5 3 4، والآن هو يقول أن الطول أكبر من العرض بواحد، فيكون الطول 4 والعرض 3 حسب نظرية فيثاغورس. فالمقارنة بين محيط المستطيل و 12 سنتيمتر، محيط المستطيل هو 3 ضرب 2 زائد 4 ضرب 2، فيساوي 8 زائد 6 ويساوي 14، فيكون المحيط أكبر من 12 سنتيمتر. متوازي الأضلاع طبعا القطران ينصف كل منهما الآخر، لاحظوا بيلتقوا في هذه النقطة، فيكون هذا الطول يساوي هذا الطول، وبالنسبة للقطر الثاني نفس الشيء. كل ضلعان متقابلتان متطابقتان ومتوازيان، نعم هذول الضلعين، هذا الضلعان متطابقان ومتوازيان، كل زوايتان متخالفتان مجموعهما قياسهما 180، يعني هذه الزاوية وهذه الزاوية، هذول غير متقابلتين يكون مجموعهم 180. المساحة القاعدة ضرب الارتفاع، طبعا هذه القاعدة وهذا الارتفاع. المحيط مجموع أطوال الأضلاع، نعرف المحيط دائما هو مجموع أطوال الأضلاع. مثال: أوجد مساحة متوازي الأضلاع، طبعا لدينا هون أنه الارتفاع 6، ولدينا لاحظوا القاعدة غير معلومة، لكن لدينا مثلث قائم هون، فحسب نظرية فيثاغورس يكون لدينا 10 6، نستطيع إيجاد هذا 8. إذن قاعدة توازي الأضلاع هون قاعدة كاملة، هي عبارة عن شو؟ 8 ناقص 1 يساوي 7، لأنه لاحظوا 8 هو هذا الطول كامل، فأنا نحتاج هذا الطول فقط، فيكون 7
فتكون القاعدة ضرب الارتفاع اللي هي 7 ضرب 6 يساوي 42 سنتيمتر تربيع. المعين، لاحظوا المعين هو قريب للمربع لكن الزوايا غير قائمة، الأضلاع متطابقة، القطران متعامدان وغير متطابقان، القطران ينصفان زوايا الرأس، المساحة ضلعه ضرب ارتفاع العمودي عليه. أو نصف ضرب قطر ضرب قطر الآخر، يعني القاعدة الثانية هي القطر ضرب القطر تقسيم 2. مثال معين طوله طولا قطرين في 12 سنتيمتر و 16 سنتيمتر. أوجد محيط. الآن انظروا إلى هذا المعين، لاحظوا أن هذه 16 فيكون هذا جزء 8 وهذه 12 يكون هذا جزء 6. من خلال قاعدة فيثاغورس نجد أن هذا يساوي 10، بما أن جميع أضلاع متطابقة نضرب 10 ضرب 4 يساوي 40. لاحظوا الاعتماد الكبير على نظرية فيثاغورس في معظم الأسئلة، وهي مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين. الآن ننتقل إلى قاعدة ثانية، عدد المستطيلات في الشكل، يعني يعطيك شكل ويطلب منك عدد المستطيلات. طبعا هذه قاعدة سهلة جدا، نساوي جمع الطول ضرب جمع العرض. يعني إذا لاحظتوا هون كم مستطيل في الطول، 1 2 3، فنجمعهم وجمع العرض اللي هما 1 2 3 4، فيكون 6 ضرب 10 يساوي 60. مثلا كم عدد المستطيلات في الشكل؟ هون مثال، المثال غير واضح طبعا، جمع الطول ضرب جمع العرض. لاحظوا هنا جمع الطول 1 2 3 4 5 6 فيساوي 21، 21 ضرب 1 يساوي 21، لأن في العرض لدينا 1 مستطيل. أما بالنسبة لقانون عدد المربعات، طبعا ينطبق قانون نرقم المربعات 1 2 3، فإذا يكون لدينا 1 تربيع زائد 2 تربيع زائد 3 تربيع فيكون 14. مثلا كم عدد المربعات في الشكل؟ الآن المربعات الداخلية رقمناهم 1 2 3، فلاحظوا 1 تربيع زائد 2 تربيع زائد 3 تربيع حسب القانون فيكون 14. فعدد المربعات 14 زائد هذا المربع الخارجي يكون لدينا 15 مربع. الآن شبه المنحرف. طبعا القاعدة المساحة أهم شيء، هي القاعدة الصغرى زائد القاعدة الكبرى تقسيم 2 ضرب الارتفاع، هذا الارتفاع. طبعا هذا يسمى شبه منحرف مطابق الضلعين، هذول الضلعين أو متساوي الساقين. مثال أوجد مساحة الشكل المضلل. لاحظوا معي هذا الشكل المضلل هو مربع طول ضلعه 6 والشكل يتكون من 2 شبه منحرف. يعني احنا لازم نطلع مساحة المربع في الأول كامل وهو 6 ضرب 6 36، بعدين مساحة شبه منحرف، طبعا هذا شبه منحرف، هو القاعدة الكبرى 6 زائد القاعدة الصغرى 2 يساوي 8 تقسيم 2 يساوي 4 ضرب الارتفاع. الارتفاع هذا الارتفاع اللي هو نصف طول الضلع، يعني ضرب 3 ويساوي 12. طبعا لدينا 2، احنا 2 شبه منحرف فيكون 12 ضرب 2 يساوي 24. طبعا ممكن بطريقة ثانية نطلع مساحة المربع كامل ونطرح منه مساحة المثلثين، لكن الأسهل أنه دائما القاعدة الأسهل أن نجد هنا مساحة شبه المنحرف الأول ومساحة شبه المنحرف الثاني وهم مطابقان. طبعا لاحظوا أن ارتفاع شبه المنحرف هو نصف طول الضلع، نصف طول ضلع المربع وهو 3،
عشان هيك هون ضربنا ب3. الآن الأعداد الزوجية هي الأعداد التي رقم أحادها 0 2 4 6 8، الأفردية هي 1 3 5 7 9. مثال أوجد الفرق بين أصغر عدد فردي مكون من 4 أرقام وأكبر عدد زوجي مكون من 3 أرقام. لاحظوا طريقة السؤال، طبعا قد يبدو السؤال صعب لكن هو جدا سهل. أصغر عدد فردي مكون من 4 أرقام، لاحظوا أصغر عدد فردي مكون من 4 أرقام هو 1001، لأنه هو طلب مني 4 أرقام. لو حطينا 1000 فلن يصلح لأنه رقم زوجي، فعشان يكون رقم رقم فردي فلازم نضيف هون 1. أكبر عدد زوجي مكون من 3 أرقام، طبعا لازم ما يوصل للألف، فهو 998، فالفرق بينهم عبارة عن 3. مثال آخر، إذا كان ضعف مجموع 3 أعداد متتالية يساوي 12. ضعف مجموع يعني لازم نجمع أعداد متتالية، فما العدد الأكبر منها؟ 1 ولا 4 ولا 3 ولا 5؟ طبعا هو هون سألني أعداد متتالية، يعني سين وسين زائد 1 سين زائد 2، و طبعا لازم نجمعهم ونضربهم ب2، نضعف مجموعهم يساوي 12. أول شيء مجموعهم، عشان نعرف مجموعهم نقسم 12 على 2، لأنه هو ضعف مجموعهم 12 فيكون مجموعهم 6. ما هي الأرقام الثلاث المتتالية الذي يكون مجموعهم 6؟ طبعا أفضل الطريقة هي أن نجد العدد الأوسط من قسمة 6 على 3 فيكون هو 2، فيكون هذا العدد الأوسط، فتكون الأعداد هي 1 2 3، فيكون العدد الأكبر هو 3. لاحظوا معي، أعيد طريقة الحل. أول شيء نقسم 12 على 2 لأنه هو ضعف المجموع، ضعف المجموع. طبعا لها طريقة ثانية لكن هذه أفضل طريقة، ضعف مجموع 3 أعداد، فنقسم 12 على 2 مباشرة فيكون لدي 6. الآن القاعدة تقول أن إذا كان مجموع الأرقام 6 فنقسم 6 على 3 لكي نجد الرقم الأوسط وهو 2، فإذا انكشف الرقم الأوسط كشفنا باقي الأرقام فيكون الرقم الأكبر هو 3. المتوسط الحسابي أو الوسط أو المعدل يساوي مجموع القيم على عددهم. مثال، إذا عندك مجموعة من القيم 8 3 7 11 6، يكون المتوسط يساوي أو الوسط أو المعدل. لازم نجمع هذه الأرقام كلها بسرعة ونقسمها على عددهم، هم كم رقم؟ 1 2 3 4 5. مثال، أوجد المتوسط الحسابي للأعداد 3 5 7 9 105. طبعا لاحظ الأعداد تزيد مقدار ثابت وتكون أو تكون متتابعة حسابية. طبعا المتوسط في هذه الحالة هو أقل عدد زائد أكبر عدد تقسيم 2، لأن مجموعة الأرقام هذه، فنجمع المتوسط هو أقل عدد زائد أكبر عدد تقسيم 2، ما في داعي نجمع باقي الأرقام. إذا كان 2 أس ألف ضرب 2 أس باء يساوي 2 أس 100، فقارن بين متوسط ألف باء و 99. لاحظ أن هون نفس الأساس، فممكن أن تصبح 2 ألف زائد باء يساوي 2 أس 100، فيكون طبعا هون احنا معطى لدينا ان ألف زائد باء يساوي 100، والمقارنة بين متوسط ألف باء وهو ألف زائد باء تقسيم 2 يساوي 50. لاحظوا معي، تكون القيمة الثانية أكبر من القيمة الأولى. نعيد طريقة الشرح. الآن لدي 2 أس ألف زائد باء يساوي 2 أس 100، فلدينا ألف زائد باء يساوي كم؟ 100. لكي أجد متوسط حق متوسط ألف وباء أجمعهم وأقسمهم على 2، وأنا لدي مجموعهم ألف زائد باء فأقسم على 2 مباشرة فيكون 50، والقيمة الثانية 99، فالقيمة الثانية أكبر. المثلث، أهم شيء المساحة، القاعدة ضرب الارتفاع تقسيم 2، محيطه مجموع أطوال أضلاعه، طبعا محيط أي شكل هو مجموع أطوال أضلاعه. مساحة المثلث المطابق للأضلاع
يساوي طول الضلع تربيع ضرب جذر 3 على 4، وهذه قاعدة مهمة جدا. يعني لو جاءك مثل طابق الأضلاع ما في داعي تحسب قاعدة ولا الارتفاع، فقط تضرب طول الضلع تربيع ضرب جذر 3 على 4، أوجد مساحة المثلث في الشكل. يعني هذا مثل طابق الأضلاع. طبعا بعض الطلاب يعتقد أنه لازم يجد القاعدة هي معلومة والارتفاع حسب نظرية فيثاغورس، لكن الطريقة الأسهل أن طول الضلع 6 مباشرة في تعويض القاعدة، 6 تربيع جذر 3 على 4 يكون 36 على 4 أي هو 9 ضرب جذر 3. ما زلنا في قسم الهندسة. طبعا هون مجموع الزوايا الخارجية لأي مضلع 360 زاوية واحدة عند كل رأس. طبعا يعني مجموع الزوايا الخارجية هذا مضلع 360، مجموع الزوايا لأي مضلع عد أضلاع ونون الزوايا الداخلية طبعا تساوي نون ناقص 2 ضرب 180. طبعا أوجد عدد أضلاع ومضلع ذو 12 ضلع. لا هون طبعا مطلوب أوجد الزاوية، مجموع الزوايا الداخلية، هون في خطأ في السؤال. أوجد مجموع الزوايا الداخلية لمضلع 12 ضلع. طبعا نطبق القاعدة وهي سهلة جدا، نون اللي هو عدد الأضلاع ناقص 2 ضرب 180 ويساوي 12 ناقص 2 ويساوي 10 ضرب 180 يساوي 1200. الآن قياس الزاوية الخارجية للمثلث، مجموع قياسي الزاويتين الداخلتين البعيدتين يعني الغير مجاورتين، هذه الزاوية الخارجية. فنحن نحتاج أن نجد الزاوية الخارجية، نجمع الزاويتين الداخلتين البعيدتين عنها، هذه الزاوية القريبة، ف 80 زائد 30 يساوي 110. الزوايا المرسومة على المستقيم قياسها 180، طبعا المستقيم هو زاوية مستقيمة فيكون قياسها 180. فلو قسمناها إلى مجموع زوايا أو أي عدد من الزوايا يكون مجموعها يساوي 180. يعني الزاوية ص زائد الزاوية س يساوي 180. الزوايا المتقابلة بالرأس مطابقة طبعا 70، تكون هذه 70. طبعا لو طلب منك أنت باقي الزاويتين لازم تجمع يكون المجموع 360، طبعا هذه الزاوية 70 وهذه 70 يكون 140، تطرح 140 مثل 160 فيكون الزاوية المتبقية نقسمه على 2 لكي نجد الزاوية هذه وهذه الزاوية. مجموع قياسي الزاويتين الخارجية والداخلية لأي مضلع يساوي 180 إذا كانتا متجاورتين طبعا، وهذا سهل جدا. أما عدد أضلاع مضلع منتظم، عدد أضلاع مضلع منتظم، لاحظوا أنه منتظم هو 360 على 180 ناقص ها. ما هو ها؟ ها هي قياس الزاوية الداخلية، طبعا هذا قانون مهم جدا ويجب حفظه. إذا علمنا الزاوية الداخلية نعرف مجموع أو عدد الأضلاع. أوجد عدد أضلاع مضلع منتظم قياس زاويته الداخلية 108. طبعا سهل جدا، نعوض القانون، لاحظوا هنا 108 فيكون 180 ناقص 108 يساوي 72، 160 تقسيم 72 يساوي 5 أضلاع، فهو خماسي. مساحة منطقة مضللة، مثلا مساحة منطقة مضللة لكامل الشكل، لاحظوا هنا يعطاك التناسب 1 إلى 2 1 إلى 2 1 إلى 8 1 إلى 4. مثال اسطوانة مملوءة حتى سدسها، فإذا ضفنا 6 لترات ممتلئة إلى النصف فما سعة الاسطوانة؟ لاحظوا معي هو يحتاج سعة اسطوانة كاملة. إذا علمنا أن هي مملوءة سدسها أضفنا 6 لترات فأصبحت نصف. لاحظوا معي احنا أضفنا 6 لترات فأصبحت نصف، يعني نحن هنا أضفنا 2 على 6، احنا أضفنا 2 على 6 لأن النص هو عبارة عن 3 على 6 ولدينا already 1 على 6، فال 2 على 6 تمثل 6 لترات أو 6 لترات تمثل 2 على 6 من مساحة أو من سعة الأسطوانة.
طبعا 6 على 2 نضرب مباشرة، 6 على 2 ضرب 6 يساوي 18. طبعا ويمكن بحلها بالرسم، نعم يمكن حلها بالرسم أو حتى ذهنيا. يعني لاحظوا معي أنه 6 ترات هي عبارة عن 2 على 6، فنحتاج 3 على 6 هو 3 ترات فيكون نصف. طبعا لو احتجنا ان 1 6 هو 3 لترات فيكون النصف 9، ويكون سادس طبعا كامل 18. عفوا هون 6 على 2 ضرب 6 لكن في هيك مسائل اعتقد الافضل الحل ذهنيا. نعيد الحل، 6 لترات تمثل 2 على 6 لأن اوريدي عندي 1 على 6 عشان تكمل على 3 على 6. فإذا 2 على 6 هي عبارة عن 6 لترات، ولدينا 1 على 6 هو عبارة حيكون نصف 2 على 6 فيكون 3 لترات، ويكون نصف الأسطوانة 9 لترات. بهذا أعزائي الطلاب نأتي إلى نهاية هذا الفيديو، أرجو أن ينال إعجابكم. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك، ولا تنسوا الاشتراك في القناة مستر معاذ الجباوي رياضيات وإنجليزي، وتابعوني على جميع قنوات التواصل الاجتماعي التي فيها الاستفادة في اللغة الإنجليزية والرياضيات، تجدوا كل المعلومات في الوصف. وانتظرونا في فيديو قادم عن قوانين القدرات. شكرا جزيلا لكم.